طريق شباب طريق يا من أكرمتم بسرقة زين الوجود يا من ارتقيتم في مراتب الشهود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا من وفيتم بالعهود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى من به شرفكم الله قيمكم ورفع قدركم عبده الميت بالمختار سيدنا محمد سيد المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى من به رفعكم الله وعلاكم عبده المختار سيدنا محمد خاتم النبيين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعلى جميع أولاده وأهل البيت وصحبته الأكرمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى سيدنا جعفر بن أبي طالب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا عبد الله بن رواحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى أهل شهداء معركة الموتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى من حضرها من أصحاب الأكرمين وأهل لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعلى سبيل المحج صار الذين يتبعون بإحسان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعلى جميع من سار في ذلك الدرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى جميع من اتصل بذلك المسلك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما يتداركنا الله به الأمة يشكرون ويلوم فيك إذا الكفار والفجار وإشرار أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم في السر والإجهار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام من تنشر نبي رايات النصر الأكبر ونستقيموا به على منهج الاقتداء والاهتداء فيما بطن وفيما ظهر ويصلح لنا به كل هان ويرتفع لنا به بالتقوى والبنيان ويصلح الله لنا به كل قلب وجنان طهرنا به عن جميع الادران السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خير وعلى بركه سيدنا اسامه بن زيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على محمد وعلى ابي سيدنا محمد وعلى الجميع وعلى سيدنا محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد من الأنبياء والأولياء والصالحين وجميع المقربين وعسى عليكم ورحمة الله تعالى لا إله إلا الله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله خلق الله ورحمة الله كلماته كل سامي من ذلك وصلح الله بأحوالنا وبلغنا بأمان الفائد بالبلع عنا خلق الله ورحمة الله داعشم بلد كلماته داركم نعمتكم متعدون ودم مجرون إن شاء الله بكم لاحبون يرحم الله مستقديم ومستقيم نسأل الله لنا ولكم العافية السلام عليكم أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله كيف وجدتم لا إله إلا الله اللهم بحق لا إله إلا الله غفر لنا ولمن قال لا إله إلا الله لا يتعيد بك مؤمنة روحا منك وسلاما منا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين تحيات البركات صلوات طيبة لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى بدر ياسين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويرزقهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليك وما أنزل إليك وما أنزل إليك وما أنزل إليك لا إله إلا الله.
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن رسول ما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كلنا آمن بالله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما تسبق عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما وعلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على الكافرين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من أولاد وارث سيد وصحابة الأكرمين مزيد من سادات النسابين المهجين وصال السلسين نجاح ابن أبي طالب وعقير وعلي ابن أبي طالب وعقير وعقير طالب ومن تصل بهم وأولادهم ذراريهم وزيد بن الإمام جعفر سيد بن الإمام زيد بن حارثة ولد أسامة بن زيد وذريتهم وأحبابهم وقراباتهم بن عبد الله بن رواحة وساداتنا أهل بيعة العقبة البدر وسادة بيعة رضوان سال أصحاب الأكرمين وأهل بيت الطيبين وأولياء الله فهم جميع والدينا ومشايخنا ويحفظنا وسام المسلمين عامة أن يقبلنا الله والحاضرين أجمعين جميع الزائرين بأتم القبول آمين إن غيات سلوس القلوب والقوال ويشفي مرضانا وعافي موتانا آمين بلغنا فوقنانا وشر محمد صلى الله عليه وسلم لما سبقت من الله السعادة يعيد عوائدها علينا ويجعل لنا قسمة وغفرا وحظا كاملا آمين من شر المحبوبية له ولرسوله خير البرية آمين آمين ويبلغنا أقاصي الأمنية ويجعل حوائجنا في الدنيا على خير وجه مرضية وندفع عنا كل أذية وبلية ونعملنا به أفضل عليه وجزينا وعليه في كل شان ورفعنا إلى أعلى مكان ويفضل كل المسلمين في البلاد المؤمنين آمين من وطنينا في هذه البلاد بلاد المسلمين يا رب عنا وعن أهل لا إله إلا الله أجمعين اختمنا بهم الحسنى وراض عنا بلطف وعافية آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة صل وسلم سريع الغوث غوثا من كيد الاكنين سريعا يا الله يهدم العسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا يا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت وخضوعي وانكساري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله مازل بالباب واقف ارحم ربي وقوفي يا الله وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عقوبي يا الله ولحسن الظن ولازم فهو خلي وحليفي يا الله وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله حاجة بالنفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله حاجة بالنفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله حاجة بالنفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله سري وقلبي من لظاها والشواضي يا الله في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبص حالي وشعاري ودثاري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن رجالي
الإسلام يا الله، وأعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا الله، كرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام يا الله، وأبلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا الله. صلى على النبي، حضر النبي عاش حضر الكويت. طريق الشباب ما طريق، طريق الشباب.